الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الرقص أمام النساء في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الشخص أنه يرقص أمام النساء يشير ذلك إلى تعرض الحالم للتورط في المشاكل، كما قد يشير إلى فضح أمره من قبل أحد هؤلاء النساء وكشف أسراره، كما يشير حلم المرأة المتزوجة بالرقص أمام النساء إلى أن هذه المرأة قد تتورط في الأزمات والهموم. إذا رأت العزباء الرقص أمام النساء كان ذلك إشارة إلى فضح أسرار هذه الفتاة. يشير حلم الشخص بالرقص أمام المرآة إلى تعرض هذا الشخص للفضيحة أو التورط في المشاكل، كما يشير إلى تعرض هذا الشخص لبعض الأمور التي تكشف له حقيقته أمام نفسه، كما يشير أيضا إلى فضح أمره أمام بعض الأشخاص أو الأقارب أو الأولاد، كما يشير في منام الفتاة العزباء إلى كشف بعض أسرارها بسبب بعض المواقف التي تقوم بها. يشير حلم المرأة بالرقص أمام الناس إلى الطيش الذي تتعامل به المرأة في أمورها، كذلك يشير حلم الرقص في مكان مرتفع إلى الخوف والقلق الذي يشعر به الشخص الرائي. كذلك إذا رأت المرأة الرقص أمام الناس كان ذلك إشارة إلى تعرض هذه المرأة للفضيحة والهموم، كذلك يشير الرقص للمرأة علانية إلى كثرة الهموم والمشاكل وارتكاب الأعمال الغير صالحة. إذا تعرض الشخص للحالم برقص كان ذلك إشارة إلى سداد الديون والحصول على المكاسب المالية، كذلك إذا رأت المرأة في المنام راقصة كان ذلك إشارة إلى استقرار هذه المرأة، والله أعلى وأعلم. كما يمكن أن يكون إشارة إلى الاستقرار المالي أو المادي لهذه المرأة، كذلك إذا رأت الفتاة العزباء الراقصة في المنام كان ذلك إشارة إلى السعادة والخير لهذه الفتاة، والله أعلم. أشار الإمام ابن سيرين إلى أن الرقص الذي يرقص به في المنام بالعصا يكون دليل على كسب الأموال، كما يمكن أن يكون إشارة إلى حصول هذا الشخص على المكاسب المادية من تجارته، كذلك قد يكون إشارة أن هذا الشخص سوف يحصل على بعض الأمور الحسنة، كما يمكن أن يشير إلى التمتع بالعقل والحكمة في تدبر الأمور. لا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.